بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على أول محاضرة من محاضرات الحول، وأنا حابب أن أول محاضرة في الحول تكون دايما clinical examination بتاع الحول، how to assess a strabismus patient. قبل ما ندخل في أنواع الحول وتفصيلاته وتقسيماته، خلينا نبدأ بال clinical part of strabismus assessment. دايما الناس بتشوف الاسترابيزمس كميز أو كفزورة أو كبازل. البازل دايما متعودين فيها معلومات كتير. الشطارة أن أنا أبقى مرتب المعلومات جنب بعض كويس، واخد المعلومات اللي تهمني كويس واحطهم جنب بعض عشان في الاخر اعرف حل البازل ده بيتعمل ازاي. عشان اعمل كده مش هينفع غير لما اكون سيستماتيك جدا، ايا كان شكل الحول او نوعه او سببه، لازم اكون واضح وانا باخد الداتا عشان اركبهم على بعض اوصل لكونكلوجن في الاخر. مبدئيا يعني ايه استرابيزمس؟ مين العيان او مين الشخص اللي يتقال عليه عنده استرابيزمس، ومين الشخص اللي اقول ما عندوش استرابيزمس؟ الاصل ان العينتين متوازيين طول الوقت في كل الاتجاهات. يعني لو ربنا خلقنا نتحرك في اتجاهات كتير، احنا عارفين 9، التسعة اتجاهات دول اللي هم البرايمري بوزيشن واليمين والشمال وفوق وتحت والاتجاهات الكاردينال اللي هي اب رايت داون رايت اب ليفت داون ليفت، فاحنا بنتكلم ان العينين في التسعة اتجاهات دول لازم تكون متوازية. لو اي واحد من الاتجاهات دي العينين فيه مش متوازية هنسمي ده استرابيزمس واحد او اكتر. عشان كده الاسترابيزمس از the condition in which two eyes are not parallel in one or more of the directions of the gaze. طيب ايه المعلومات اللي واجب اخدها عشان اوصل للكلمتين دول؟ اعرف ازاي ان العينين دول متوازيين طول الوقت وبيشتغلوا مع بعض وهما parallel ولا لا؟ انا عندي 3 main bulks في الاستربيزمس اسسمنت. الحاجة الاولانية هي الجنرال اسسمنت، لان ده في الاخر اوفثالميك بيشنت، فلازم اكون بعرف افحص العيان بتاعي كاوفثالميك بيشنت جنرال. الحاجة التانية هي الموتور اسسمنت اوف استرابيزمس. الحاجه الاخيره هي السنسوري اسسمنت او الباينوكولر ايفالويشن. البازل في الاخر بيبقى شكلها كده، انا عندي موتور وسنسوري وفيجوال اكيوتي وجنرال اسسمنت وانسبكشن وسبيشال هيستوري وسبيشال تيستينج، لكن في الاخر لو انا مش مرتب الهيستوري بتاعي هيبقى شكله كده. لكن الهدف ان انا اوصل بيه لكده، ان انا الداتا بتاعتي مرصوصه عشان اخد في الاخر ديسيجن، وهو ده الهدف. انا باخد ديسيجن العيان ده همشيه، هقول له انت ما عندكش حول، اقول له واحد تاني انت عندك حول محتاج نظاره، او واحد تالت اقول له انت محتاج عمليه، او واحد رابع اقول له انت محتاج سبيشال اورثوبتيك تريننج. فعشان كده لازم اكون مجمع الداتا بتاعتي مظبوط. اول حاجه من الحاجات اللي بنبداها في الايفالويشن بتاعنا هي الجنرال اكزاميشن، واول علامه في الجنرال اكزاميشن ببص عليها هي الجنرال انسبكشن اوف ذا بيشنت. من اول ما العيان يدخل عليا واول ما اشوف وشه وقبل ما ابدا معاه اوفثالميك اسسمنت، ابدا اخد بالي لو عنده special concerns. ايه هي special concerns؟ علامات مميزة في وشه ويمكن تساعدني كتير قوي وانا بشخص حول بعدين. من اشهر الحاجات دي حاجة زي اللي عند الراجل ده، facial asymmetry. يعني ايه facial asymmetry؟ facial asymmetry يعني لو انا خط على نص مناخير الشخص ده وقارنت نصين وشه يمين وشمال، هلاقي النصين مش متطابقين. يعني ممكن يكون اوربت اعلى من التاني، eyebrow اعلى من التاني، او يكون عنده nasal bridge مختلف من ناحيتين عن بعض. هشوفها كمان في حاجات بعيدة عن عينيه، ممكن اشوف الماوث انجل مختلفة في ناحية عن التانية. فبالتالي لازم اكون واخد بالي قوي لو واحد زي ده عنده فشل اسيمتري، هتفرق معايا جدا في الحول، وده هيجي الكلام عنها بعدين. من ضمن الحاجات حاجة زي كده، الناس اللي عنده سكارز في وشه، بيرن ماركس قديمة قبل كده ان كان عنده بيرن، او سكارز بتاعت سبيشال ديزيز زي البتلجو، او واحد عنده سكار بريفيس فشل سيرجري قبل كده، الكلام ده كله يفرق معايا جدا وانا بحط الداتا بتاعت البازل اللي هتحل لي البازل اللي حاول في الاخر. حاجه كمان مهمه جدا وكلنا عارفينها بس ساعات بنفوتها، وهي الابنورمال هيد بوستشر. كتير قوي من الاطفال بيبقوا او الكبار حتى داخل واخد ابنورمال هيد بوستشر، والهيد بوستشر بتبقى نورمال والواحد عادل راسه بيبص قدامه، لكن لو كانت مش نورمال ده مش معناه ان عنده حول. كتير من الابنورمال هيد بوستشر يكمن تحتها اسرار كتير جدا غير الحول. اشهر حاجه تعمل ابنورمال هيد بوستشر هابيتوال. كتير قوي نشوف اطفال صغيرين بيتكسفوا عامل دقنه كده او عامل ايده كده، مشهوره جدا وما عندوش حاجه خالص في عينيه. من ضمن الحاجات اللي تعمل ابنورمال هيد بوستشر حاجات نان اوفثالمولوجيكال، اشهرهم البلايندنس. واحد لو عنده سوري الدفنس، واحد لو عنده ودن من ودانه ضعيفه دايما يصدر الودن السليمه ناحيه السنترال فيند عشان يسمع بيها احسن، فمشهوره جدا لو واحد عنده دفنس. الناس اللي عندها تورتيكولس، لو واحد عامل عمليه في رقبته او عنده مشكله في الاسترنوماستويد او عنده مشكله في السيرفايكال فيرتبري، كتير قوي بيجي واخد ابنورمال هيد بوستشر ومشكلته مش حول خالص، ولكن اي هاف تو دوكيومنت ان البيشنت ده عنده ابنورمال هيد بوستشر. هتفرق معايا وانا باخد ديسيجن في استرابيزمس بعدين.
كتير قوي من الاوفثالمولوجيكال كوزز بتاعه الابنورمال هيد بوستشر مش حول، اشهرهم وكلنا بنغلط فيه ساعات، واحد عنده ريفراكتيف ايرور مش متصلح كويس، واحد عنده مايوبيا او هايبرمتروبيا يجي يبص كده او كده عشان يجيب البيست فوكس. الاشهر من المايوبيا والهايبرمتروبيا الاستجماتيزم، يقعد يلف وشه يمين وشمال لحد ما يجيب البيست فوكس على الكورنيدو في الشتورم بتاع الاوبتكس لحد ما يبقى شايف صوره كلير. كمان مع الريفراكتيف ايرورز اللي مش متصلحه، ريفراكتيف ايرورز متصلحه غلط، اما نظاره دي سنترد او واحد عنده سكراتش لانسز عرفت النظاره خربشت فبقى بيبص من الحته الكلير فيجي لي ابنورمال هيد بوستشر. فهشوف عيان بقى ابنورمال هيد بوستشر مش هشخص انه عنده حول، طبعا الحول والنستجمس يعملوا ابنورمال هيد بوستشر لكن مش لوحدهم. فهحط نقطه ثانيه مع السبيشال او الجنرال انسبكشن بتاع العيان اللي داخل عليا ان انا احط جنبه كمان عنده ابنورمال هيد بوستشر ولا ما عندوش. الحاجه الثالثه اللي لازم اخد بالي منها كويس قوي، النظارات. العيان ده لابس هيفي جلاسز ولا لا؟ عندنا كتير من حاجات الحول بتيجي للهاي مايوبس، فاشوف واحد لابس هيفي ماينس لانسز ولا لا. عندنا حاجات تانيه بتيجي مع الهايبرمتروبس، فاكون واخد بالي ان البيشنت ده لابس نظاره تخينه فور بلس كوركشن ولا لا. كتير من الحاجات بتيجي بقى انايسومتروبيا، واحد لابس نظاره اتخن من نظاره. كمان اشوف النظاره دي الفريم بتاعها مظبوط ولا لا. في ناس كل مشاكلها انه لابس فريم اصغر من مقاس وشه، في ناس تانيه مشكلته انه لابس فريم كبير على وشه فبيتدلدل من على مناخيره فمش شايف كويس. الكلام ده لازم احطه في حساباتي قبل ما احفظ الحول. كمالة الاوفثالمولوجيكال اكزامينيشن ان كتير من الجروس باثولوجيز بتاعت العينين بتبان بره. يعني احنا ما حدش فينا كاوفثالمولوجيست بيغلط لما يشوف واحد عنده انتيريور ستافيلوما من بره. كتير من عندنا بنشوف الديرمولايبوما، ساعات نشوف فايسس بالباي، ساعات نشوف كاتراكت لو واحد عنده وايت ماتيور كاتراكت من بره، ساعات نشوف كورنيال اوباستيز، ساعات نشوف واحد عنده كيراتو جلوبوس. الكلام ده لو ادفانسد فورم تبان ساعات بالباثولوجي من الانسبكشن قبل ما المس العيان. فيا ريت بصه كمان على وش العيان، وبصه على البوزيشن بتاعت العيان، وبصه على عين العيان، يمكن اخد شويه ديتا على الحول اللي انا هفحصه ولحد دلوقتي لسه ما فحصتوش. طيب خلصنا المرحله الاولانيه بتاعت الجنرال انسبكشن، هبدا اتعامل مع العيان كاوفثالميك بيشنت. واحده من الاي دي كاردز بتاعت اي عيان اوفثالمولوجي هي الفيجوال اكيوتي. ولما بتكلم على فيجوال اكيوتي بتكلم على كوركت فيجوال اكيوتي. هيفرق معايا في الحول؟ طبعا. ممكن عيان يكون عنده نفس زاويه الحول بتاعت عيان تاني والديسيجن بتاعي يختلف لمجرد ان الفيجن في عين غير الثانيه. يفرق معايا جدا. يفرق معايا لو عيان عنده فيجوال اكيوتي كان بي كوركتد باي امبليوبيا ثيرابي وحبدا اعمل الامبليوبيا ثيرابي دي بعد شويه، يبقى هاجل عمليتي لحد ما اصلح الامبليوبيا. هيفرق معايا لو واحد عامل بريفيوس كوركتيف ريفراكتيف سيرجري عشان اعرف انا بتعامل مع واحد مايوب ولا هايبر متروب وهو دلوقتي المتروب لوحده ولا فعل فعل. فلازم اكون واخد بالي قوي من الداتا دي في الاول. خلصت الجنرال وعملت فيجوال اكيوتي اسسمنت، هدخل لفحص الاستربيزمس بروبر. الاستربيزمس بروبر بنقسمه لشقين كبار جدا، واحد اسمه موتور ايفالويشن وواحد اسمه سنسوري ايفالويشن. الاثنين في غايه الاهميه. الموتور دايما بشبهه باللي بيمشي على الحبل. اللي بيمشي على الحبل لازمه حاجتين، واحد يكون عنده جود موتور باور ولازم يكون محافظ على البالانس لان ده واحد مش واقف. ايه اللي بيخلي المشي على الحبل اصعب من المشي على الارض؟ انه نحافظ على البالانس بتاعه وهو ماشي على حد رفيع مش سهل. فعشان كده وانا بفحص لازم افحص البالانس في الاول وبعدين اشوف الموتيليتي بتاعته بعدين. هو عارف يحافظ على توازنه وهو قاعد ريستنج، وبعدين اشوف لما بيتحرك بيفضل محافظ على البالانس بتاعه اللي كان محققه هو ريستنج ولا لا. الخطوه الاولى في الموتور انا لازم اشوف البالانس وبعدين اشوف الموتيليتي. طب انا السؤال الافتراضي هو احنا ليه ما عندناش حول؟ ليه الناس الطبيعيه ربنا خليها ما عندهاش حول؟ ليه الناس اللي بتقعد نورمال طول الوقت ما عندهاش حول؟ الفعل في الكلام ده حاجتين. الحاجه الاولى ان ربنا خلينا طول الوقت كل عضل ليها انتاجونست يقاوم فعلها ويساويه في المقدار. ده اللي بيخلي عيان طول الوقت قاعد او في بوزيشن معين مش محني لقدام ولا لورا، وفي نفس الوقت لما الشخص ده يكون واقف ان اركت بوزيشن لا يكون محني لقدام ولا عامل لورا. مشهور جدا الناس الكبار في السن لما بيجي له ويكنس اوف ذا باك ماسل، مين ياخد ابر هاند؟ الابدومينال ماسل. فالابدومينال ماسل تخليه عنده الشكل المشهور اللي اسمه كيفوزس. الكيفوزس ده نتيجه اوفر اكشن للابدومينال ماسل اللي هي سترونجر ان اكشن اجينست الويكر
باك ماسلز اللي ضعفت مع السن الكبير. كتير من الستات الحوامل يجي لهم لوردوزس في الشهر الاول والثاني من الحمل رغم ان لسه ما فيش يوتراين انلارجمنت ولسه ما فيش بيبي موجود جوه، ولكن عشان بدا اندر ذا ايستروجين افكت يجي لهم ويكنس اوف ذا ابدومينال ماسلز. فمين ياخد ابر هاند؟ الباك ماسلز. فتقوم عامله هي اللوردوزس بالشكل ده. هو ده اللي بيخليها طول الوقت بالانسد، ان ربنا خلاني الميديال ريكتس قدامها لاتر ريكتس مضاده لها في الاتجاه ومساويه لها في المقدار، تبقى العين لا بتابدكت ولا بتابدكت، يبقى العين في النص. نفس الكلام الاليفيتورز بيشتغلوا ان اكشن قد بالظبط الديبريسورز، والانتورتورز قد الاكستورتورز، وكل العضلات بتشتغل ان اكشن قد وعكس اتجاه الانتاجونست بتاعتها، يبقى في الاخر انا عندي نورمال بالانس. طب والسبب الثاني؟ ان انا لو عندي ماينور ديفو او عندي ديفولت صغير في العضلات والاكشن بتاعها يوم يحصل حاجه سهله جدا ان البرين وذن ليميتس يعرف يكوركت فور الكلام ده. كتير مننا بيبقى راجع من شغله تعبان يجيله شويه كيفوز، ليه؟ واقف طول النهار فجاله ويكنس اوف ذا باك ماسلز، فبدا يتحرك وهو عضلات بطنه قافشه اكتر فعامل الكيفوز ده. طب هو الطبيعي بتاعنا ان احنا في اليوم لو عنده شويه ويكنس في الباك ماسلز يبقى كيفوتك؟ لا، يبقى معدول. ليه؟ لان هو مخه بيقول له لا اضبط نفسك، ويبدا يدي امبلسز اكتر للويكر ماسلز عشان يعدل وضعها فيبقى ماشي ان اركت بوزيشن. تطبيق الكلام ده على حاله العينين بيحصل في الحاجتين، اول حاجه ان كل العضلات بتشتغل امبالانس فبيخليه ان ريستنج بوزيشن، وفي نفس الوقت ان المخ بيعرف يحافظ على الماينور ديجريز اوف ديفولت او الديفوهات الصغيره فيبدا يصلحها هو. هطلع من العينين خالص واتكلم على العربيات. العربيات اللي موجوده في السوق او في الدنيا او في الشارع اربع انواع. انا هقسم العربيات دلوقتي لانواع تبعا لي ضبط الزوايا بتاع العربيه. العربيه عشان تظبط زواياها لازم تكون ماشيه ستريت ولا بتروح ليمين ولا شمال. طب عشان تبقى العربيه دي مظبوطه على الشعره لازم يكون اول حاجه بتحصل ان العربيه دي وهي ماشيه قدام انا اشيل ايدي من على الدركسيون وادوس بنزين واقول للعربيه امشي، هتمشي كده. لو فضلت ماشيه ستريت وانا شايل ايدي من على البنزين يبقى العربيه دي مش محتاجه ضبط زوايا، العربيه دي مظبوطه 100%. طب وبعدين الكلام ده ينطبق على كام في المية من العربيات؟ عدد قليل جدا. العدد الاكبر من العربيات بيحدث سنه كده او سنه كده، بس سنه صغيره في الملموم مفيش مشكله خالص. طب ايه اللي بيخليها ما تمشيش تتحرك يمين وشمال في الشارع؟ السواق، مجرد انه ساند بس بايده على الدركسيون مخلي العربيه لا تيجي لا كده ولا كده، فايه اللي بيحصل؟ تبقى العربيه ماشيه ستريت. طب امتى تميل؟ لو شال ايده من على الدركسيون. يبقى العربيه فيها انجل صغيره عايزه تديفيت فيها، لكن بس ماسكه ساندت ايده على الدركسيون مخلياه ظابطها ما بيتحركش. طيب الكاتيجوري الثالث، العربية فيها مشكلة في الزوايا، هي عايزة تديفيت انجل كبيرة، والسواق اللي بيسوق عارف ان فيها مشكلة، وعشان يكونترول العربية دي ما تروحش منه يمين ولا شمال، بياخدها هو في الاتجاه العكس، هو عارف ان العربية دي عايزة تمشي يمين، يقوم واخدها هو شمال سنة عشان ما تملش منه يمين، أو عارف انها عايزة تمشي شمال، ياخدها هو يمين سنة عشان ما تمشيش منه شمال. يبقى في الحالة دي اللي راكب العربيه عارف ان فيها ديفيشن وانتشنلي اتس كنترولنج الحركه بتاعت العربيه عشان ما تتحركش مني لا يمين ولا شمال. طب والنوع الرابع من العربيات؟ النوع الرابع من العربيات عربيه خبطت في الرصيف او في سور فالزوايا بتاعتها باظت خالص، فاللي سايقها عارف انها محتاجه تتظبط وبيحاول يظبطها بس مش عارف، يجيبها يمين تمشي منه شمال، يجيبها شمال تمشي منه يمين، خرجت اوت اوف كنترول. فبالتالي وانا ماشي في الشارع شايف عربيات ماشيه عدل من غير ما تروح ليمين ولا شمال، من غير ما تكون محتاجه ضبط زوايا لانها سليمه لسه جديده، عربيه عايزه تروح يمين بس سندت ايد السواق على الدركسيون مخليها ماشيه ستريت. الكاتيجوري الثالث هي عربيه بالديفيت واللي بره او اللي سايقها ماسك الدركسيون جامد بقوه عشان ما تروحش منه يمين ولا شمال، لكن مع الوقت بيتعب فيجي يريح ايده تقوم العربيه حادثه منه يقوم يعدلها تاني. فاللي واقف بره يشوف العربيه ساعات بتميل وساعات تعدل، ساعات بتميل وساعات تعدل، ساعات بتميل وساعات تعدل. الكاتيجوري الرابع هي ماشيه في اتجاه اجينست رغبه السواق وماشيه في اتجاه وهو بيحاول يجيبها في الاتجاه الثاني. ده كان انواع العربيات. هرجع للعينين، هو العينين عندنا كام نوع؟ اربعه. نفس الاربع انواع بتوع العربيات هم الاربع انواع بتوع العينين ريجاردنج ذا كنترول اوف استرابيزمس. يعني واحد عنده عضلات عينيه بتشتغل في بالانس كامل، والبالانس الكامل ده مخليها متوازنه طول الوقت وبالانسد وبرل طول الوقت وفي كل الاتجاهات. اسميه العيان ده ايه؟ مش عيان اصلا، اسميه اورثوفوريك بيشنت، يعني واحد عنده عضلاته بالانسد
وبتتحرك بالانسد في كل الاتجاهات. طب ولو مخه ما عملش اي مجهود، هي بالانسد، العضلات اصلا بالانسد ومتحافظ عليها طول الوقت عشان تشتغل اندر ذيس بالانس. طب وبعدين في نوع تاني، واحد عنده ماينور ايرور، واحد عنده شويه ديفيشن عايز يحذف، بس هو انترستد ان سينج باينوكولر، طول الوقت عايز يشوف جود باينوكولر فيجن. فايه اللي يحصل لما يشوف باينوكولر فيجن؟ يلاقي نفسه هيجيله ديبلوبيا او يجيله ديفيشن اوف وان اي، فيتدخل المخ يقول له لا صلح لي الزاويه دي، انا مش عاجبني الكلام ده. بينجح في الكلام ده، بينجح 100% من الوقت. فبيجيله حاجه اسمها ليتنت استرابيزموس. يعني ايه ليتنت ديفيشن؟ ليتنت ديفيشن يعني في زاويه العين دي عايزه تروح لها، وبعدين لما بتيجي تحذف المخ از انترستد ان سينج باينوكولر، يوم يظبط هو الزاويه دي. لما يظبط الزاويه دي ما يبانش على اللي بيشوفه ان هو عنده ديفيشن، فاقدر اسميها latent deviation is tendency to deviate and it's under full time control، طول الوقت المخ عارف يسيطر على زاويه الحول وبالتالي بيظبطها ما بيحصلش فيها حاجه. طب وبعدين امتى اكتشف ان الواحد عنده latent deviation؟ لو شلت البرين كنترول بطريقه ما، او شلت الانترست ان هو يشوف باينوكولر، فبالتالي هيبان الديفيشن اندر ذيس كونديشن. ما حصلش خلاص. الحاجه اللي بعد كده بنسميها انترميتنت ديفيشن. يعني ايه انترميتنت ديفيشن؟ يعني في مانيفست انجل واضحه وصريحه، والمانيفست انجل دي المخ بيقدر يتدخل فيها وبيظبطها، لكن مع الوقت بيجي له فتيج ما بيقدرش يحافظ عليها طول الوقت، فيبان عليه ديفيشن. طب والديفيشن ده يبان للناس اللي شايفاه من بره من غير اي مجهود، لكن المخ سرعان ما بيبدا ياخد باله يقوم يظبطها تاني. يبقى اقدر اسمي النوع الثالث deviation under part time control اللي بنسميه intermittent deviation او بنسميه intermittent تروبيا. كلمة تروبيا معناها manifest، وكلمة manifest معناها ان الناس بتشوفه من غير ما تتدخل، يعني اللي ماشي في الشارع ممكن يشوفه، بس الانترميتنسي معناه انه ساعات بيتشاف وساعات لا. فكلمة intermittent تروبيا معناها intermittent manifest او intermittent manifest strabismus، اللي هو الاسترابيزمس اللي موجود بشكل واضح ولكن it's under part time control. النوع الرابع من الحول، النوع اللي شكل العربية اللي كانت عاملة حادثة، اسمه deviation out of control اللي بنسميه manifest constant deviation. يعني ايه؟ يعني واحد عينه حولت يمين او شمال او فوق او تحت، والمخ بيحاول يبذل قصارى جهده وما بيعرفش يبذل اي مجهود، فإتس under no control. النوع الثالث والرابع هقدر اسميهم manifest strabismus، بس النوع الثالث هسميه manifest intermittent، والنوع الرابع هسميه manifest constant. النوع الثاني هسميه latent وlatent عكس manifest، والنوع الاول هسميه it's not a patient it's not a service. فاحنا كده اتفقنا على الاربعه categories دي. طيب عشان ابدا احدد هو الشخص ده which of which، هو انهي واحد من الاربعه دول، يعني عايز اعرف هو العيان ده ما عندوش deviation اللي بنسميه orthophoric، ولا عنده latent deviation اللي بنسميه فوريا، ولا عنده manifest deviation اللي بنسميها تروبيا. ولو عنده تروبيا نقول هو من النوع الانترميتنت ولا من نوع كونستنت، لازم امشي ببروتوكول واضح وصريح عشان افحص الحول ده. النوع الاول من التستات اللي بنسميه الموتور اسسمنت تست، حاجه اسمها هيرشبرج تست، هو الاشهر في تاريخ الحول، ان انا بشوف حاجه اسمها كورنيال لايت ريفلكس تست. كلنا بنتعامل مع الكورنيا كريفراكتيف ميديوم، لكن لاول مره هتعامل معاها كريفلكتنج ميديوم، هتعامل معاها كمرايه. مست المرايه ان انا احط لها النور تعكسه، ومست الكورنيا ان انا لو حطيت قدامها تورش تعكس لي ريفلكس من التورش ده. طب انا هستفيد من ده بايه؟ هستفيد ان لو عينتين بيبصوا في اتجاه واحد ومتوازيين وباصين قدامهم، وانا حطيت قدامهم لايت سورس، اللايت سورس ده هيكون له خيال على القرنيه زي الخيال ده وزي الخيال ده، يبقى الخيال ده هيقول لي ان في كورنيا لايت ريفلكس جاي على نص القرنيه ولا بريفرال عن القرنيه. وبالتالي لو لقيته سنترال في الناحيتين يبقى العيان ده عنده straight aligned eyes، ولو لقيتوش ان هو سنتر في العينتين يبقى العينين دي مش سنتر وفي حاجه غلط. طيب الهيرشبرج تيست او الاسم الثاني الكورنيال لايت ريفلكس تيست بعمله ازاي والهدف منه ايه؟ هبدا بالهدف منه ايه، ان انا to rule out or to prove presence of manifest strabismus. يعني الواحد ده لقيت عنده حول، هو عنده بجد ولا ما عندوش؟ الحاجه الثانيه هو الاتجاه بتاعه فين؟ الحول اللي انا شايفه ده هشوفه ازاي؟ بحط اللايت سورس قدام عين العيان واخلي عيني على اللايت ريفلكس في الكورنيا في الناحيتين، لقيته سنترال خير وبركه، لقيته سنترال مش سنترال يبقى في حاجه ثانيه. طيب وانا ببص على الكورنيا، الكورنيا دي كبيره جدا، ده 11 مللي فيرتيكال و11 مللي هوريزونتال،
طب عشان افحص ال 11 مللي دول لازم احط لاند مارك اصغر شويه. في الحاله دي هخلي اللاند مارك بتاعتي هي البيوبل. البيوبل بتمثل السنترال بورت اوف ذا اي او ذا فرونت فيس اوف ذا اي اللي هي ورا الكورنيا، فتقريبا اقدر اقسم او انصص الكورنيا بيها ان فيها جزء سنترال بيتراوح من 2 مللي ان ذا ناروست بيوبل لحد وانا بكبر لحد 6 7 مللي في العادي لحد 4 5 مللي في الميزوبك فيجن اللي هو اللي ما بين النور والضلمه. لو لقيت ان النور ده او الريفلكشن بتاع الكورنيا ريفلكس جاي في سنتر الكورنيا قدام سنتر البيوبل بالظبط، يبقى هو فعلا سنتر وتبقى العينين دي الايند ويبقى العيان ده ما عندوش مانيفست استرابيزمس. طيب بعمله ازاي؟ ايه الطريقه الصح اللي اعمل بيها الهيرشبرج تيست؟ دي قواعد وقوانين لازم التزم بيها، لو ما التزمتش بيه وانا بعمل الهيرشبرج تيست ما عادش فاليد وما عدتش عارف اعمل التيست بتاعي مظبوط. الحاجه الاولى ان لازم اكون عيني وعين العيان وايدي اللي ماسكه التورش في نفس الليفل، ما ينفعش افحص عيان وهو قاعد وانا واقف او العكس، انا قاعد وهو واقف او ببص له من الجنب او ببص له من فوق، لازم يكون قاعد عيني في عينه وفي نفس الوقت ايدي اللي ماسكه التورش متسنطره على نص عينيه بالظبط. ادي اول قانون. القانون الثاني لايت شود بي اوف ميديوم انتنسيتي. كتير قوي لما نيجي نحط نور التورش في عين عيان يكون عالي جدا وينور جدا يخلي العين دازلد ويبدا يعمل فراوننج اوف ايز عشان مش مستحمل نور الجامد، دي حاجه. طب ولو خليت النور ضعيف؟ كتير قوي احط نور ضعيف قدام عين العيان ما اقدرش اشوف الكورنيا ريفلكس واروح اقرب منه قوي عشان اشوف هو الريفلكس باين في عينه ولا لا، فدي حاجه مهمه. فلازم اخلي اللايت ريفلكس بتاعي اوف ميديوم انتنسيتي. الحاجه الثالثه ما اقربش قوي التورش من وش العيان. ليه؟ لان لو قربت اكتر من مسافه النير فيجن انا هعمل اندكشن اوف كونفرجنس ريفلكس واخلي العين يعمل كونفرجنس ويدخل عليه اتنين لجوه فيديني فولس امبريشن اوف ايزوتروبيا وهو نورمال. طب دي محلوله. المشكله الاكبر لو عنده لارج انجل اكزوتروبيا اشوفها اصغر لانه عمل كونفرجنس بدا يلمها. في الاخر لو انا قربت التورش بتاعي اكتر من 50 سم انا كده بخلي العيان ده يعمل كونفرجنس and that will mask the angle or the true angle of strabismus اللي انا بدور عليها بالهيرشبرج تيست. القانون الاخير لازم اعمل التيست ده فور نير اند فار، مره بخلي العيان فيكسنج فور نير ومره بخلي العيان فيكسنج فور فار وبقارن الاثنين ببعض عشان هيفرق معايا. طيب وبعدين هشوف ايه في الريفلكس ده؟ قدامي اختيارات كتير قوي. الاختيار اللي فات قلنا ان انا ممكن اشوف الكورنيا ريفلكس سنترد في العينتين مع بعض، او اشوف زي هنا الكورنيا ريفلكس سنترد في ناحيه بس حاصل له هنا تمبورال شيفت وده معناه ان العين دخلت لجوه فده عيان ايزوتروفيا او كونفرجنت استرابيزمس. مره ثانيه هلاقي عامل سنتر ريفلكس هنا بس عامل هنا نيزل شيفت او العين بقت تمبورالي شيفتد في الدايفرجنت استرابيزمس اللي موجود هنا. مره كمان الاقيه مره تحت معناه ان العين طلعت فوق بنسميه هايبر ديفيشن او هايبرتروبيا، والعكس لو لقيت العين دي هايبرتروبيك نازله لتحت فلاقي الريفلكس دي سنتر. طيب لقيت الريفلكس ده مظبوط هقول عليه سنترد ما عندوش حول. تحلف على الكلمتين دول؟ ابدا. ليه؟ اولا الهيرشبرج تيست مش ريلايبل، الفاليسز بتاعته كتير جدا، عين كتير ابارنت استرابيزمس يتشخصوا غلط بالهيرشبرج تيست. الحاجه الثانيه ساعات اكون بفحص عيان انترميتنت استرابيزمس، احنا لو لسه كنا بنتكلم في عيانين اندر بارت تايم كنترول. اللي اندر بارت تايم كنترول لو جيت اعمل له الهيرشبرج تيست وحظي ان انا جيت في الوقت اللي هو عامل فيه كنترول لقيت العين سنترد اقول ما عندوش حول، اتاري هو بيحول في وقت تاني وانا مش موجود. طب انا بعمل ايه بالهيرشبرج تيست؟ باخد فكره، بعرف هو عينه ديفييتد ولا مش ديفييتد، هبني خطتي بعدين عليها. ممكن اخد منه بوزيتيف ساين احطها في بالي، وممكن اخد منه نيجاتيف ساين مش هحطها في بالي قوي لحد ما اثبتها فعلا في التستات الجايه. التست الثاني ده تست مهم اسمه كفر تيست، وكفر تيست هو اول واحد في فاميلي اوف تيست اسمها كفر تيست، لان عندي اربع تستات متسميين كفر، واحد اسمه كفر، واحد اسمه كفر ان كفر، واحد اسمه الترنت كفر، واحد رابع اسمه بريزم كفر. طب ايه ده؟ هنقول ان التست الاولاني ده اسمه كفر تيست، الهدف منه ايه؟ الهدف منه اشوف في مانيفست استرابيزمس ولا ما فيش مانيفست استرابيزمس. يعني لو انا قلت ان البيشنت ده انا بعمل له التست اللي اسمه كفر تيست هغطي عين من العينين وهشوف التصرف بتاع العين الثانيه عامل ازاي. بيزد اون ايه؟ بيزد اون ان لو واحد بص قدامه عدل والعين الثانيه باصه في اتجاه مختلف فالعين دي فيكسنج والعين دي اوت اوف فيكسيشن. لو انا غطيت الفيكسنج اي العين الثانيه مفيش قدامها حل غير انها تاخد الفيكسيشن بوزيشن. طب انا اشوف ايه؟
اشوف حاجه اسمها فيكسيشن موفمنت. يعني لو العين دي طالعه لبره، لو انا قفلت دي هتبقى مجبره هي تعمل فيكسيشن وتبص لقدام. طب لو العين دي باصه لفوق هتاخد فيكسيشن موفمنت وتبص لتحت. طب لو دي باصه لتحت هتاخد فيكسيشن موفمنت توصل لفوق. حلو قوي. خدنا بالنا ان انا بسمي التست كفر تيست، بس انا كان كل تركيزي على العين اللي عكسه، العين الانكفرد. I covered one eye, I am taking care of the uncovered eye. وده القانون الثاني في الكفر تيست فاميلي، ان انا بسمي التست باسم وباخد بالي من العين اللي عكسه. ففي الكفر تيست هنا انا مغطي العين الكفرد وابص على الانكفرد اي عشان اشوف presence or absence of fixation movement. طب الكلام ده فيه كلام، الفيكسيشن موفمنت دي هتحصل لما يكون في حول، وما تحصلش لما يكون مفيش حول. طيب الكلام ده صالد؟ لا، عليه شويه توضيحات. اولها القانون الاول، وانا بعمل الكفر تيست لازم احط الكفر بتاعي قدام عين العيان، ودايما اخلي الهاند الاب لو ده كفر او ده كفر او ده كفر، او حتى لو بعمله بايدي ما اعملش العيان كده، يا ريت اعمله كده. ليه؟ لان لسه كنت بقول اي حاجه بتقرب من عين العيان بتعمل لي اندكشن اوف كونفرجنت ريفلكس او نير ريفلكس. فلو انا خليت العيان ده بيبص لحاجه وانا ايدي جايه في الفيلد، يا اما يجيله اندكشن اوف نير كونفرجنت ريفلكس، او هو يكون طفل صغير ويقوم مركز هو مع ايدي يحرك عينيه فيلخبطني هو عينه بتتحرك فور فيكسيشن ولا فور فولونج اب ماي هاند. فبالتالي لازم اخلي الهاندل بتاعه الحاجه اللي انا ماسكها او اخلي دراعي هو اللي فوق. دي واحده. الحاجه الثانيه، ان اتفقنا ان احنا بنركز على العين اللي عكس اسم التست. والحاجة التالتة لازم اعمله، لو هو بيلبس نظارات يبقى اعمله بالنظارة وبدون نظارة. لو عملت كده يبقى انا عملت جود كفر تيست. طيب الكفر تيست ده واضح هنا جدا، ان انا قفلت هنا الفيكسنج اي بايدي، قامت التانية واخدة فيكسيشن رغم انها كانت ديفييتد. نفس الكلام هنا، دي كانت ديفييتد لما قفلت هنا، قامت دي واخدة فيكسيشن بوزيشن. طب لو طلع بوزيتيف كفر تيست، بوزيتيف كفر تيست means fixation movement اللي هي هتقول ان في manifest strabismus. طب لو طلع نيجاتيف هقول مفيش fixation movement، يعني مفيش حول. لا لسه، احنا لسه بنكمل تستات. مفيش movement يعني no fixation movement، يعني حاجه من اربعه. نيجاتيف كفر تيست هو احتمال من اربعه، اولهم ان ما يكونش في حول. واحد انا غطيت عينيه، الثانيه دي كانت في الاول في الاصل سنترال فما عندهاش حتى تتحرك عليها، فادي واحد مفيش حول. طب اتنين، ان يكون مش شايف التارجت، وعشان كده قلنا في الاول خالص قبل ما نعمل ستربيزمس اسسمنت لازم اعرف الفيجوال اكيوتي عامله ازاي. فلو انا بعمل فيجوال اكيوتي اسسمنت وعارف ان العين دي ديفييتد وهي نو بي ال، وانا بقول للعيان بص على النور، هو اصلا مش شايف النور، فهيفكس مين؟ هتفضل ديفييتد، فيبقى عنده مانيفست ستربيزمس، وبالتالي انا مستني منه ان يعمل فيكسيشن موفمنت، مش هيعمل. ليه؟ لانه مش شايف التارجت، يبقى مفيش فيجن. اول حاجه كان مفيش حول، وتاني حاجه كان مفيش فيجن. طب والاحتمال التالت، العين دي فيها مانيفست استرابيزمس حقيقي وواضح في الهيرشبرج تيست، والعين دي ديفييتد اوت، لكن العين ده عنده ثيرد نيرف بولسي او عنده ميديا ريكتس مقطوعه او مشلوله، فاجي اقول للعيان بص على النور، هو نفسه يشوف وشايف النور ونفسه يفكس بس مش قادر لان العضله اللي بتعمل ادكشن مش شغاله، يبقى الحاجه الثالثه مفيش حركه. طب واخيرا، العيان ده كان عنده ديفيشن من هو صغير وجاله الحاجه اللي احنا كلنا عارفينها اللي اسمها اكسنتريك فيكسيشن. يعني ايه اكسنتريك فيكسيشن؟ يعني كان لما احوله وهو صغير الفوفيا بتاعته بقت باصه كده، بس السنتر فيلد بتاعه او الحته دي السنتر فيلد في النص كده بقى متشاف باكسترا فوفيال بوينت. الاكسترا فوفيال بوينت دي رقت نفسها اند ديفلوبد سيلف وسمت نفسها اكسنتريك فوفيا او اكسنتريك فوفيال فيكسيشن، اللي هو اكسترا فوفيال فيكسيشن بيتعمل بحاجه مش الفوفيا وهي اللي شايفاه. العيان ده عنده حاجه اسمها اكسنتريك فيكسيشن، وبالتالي لو انا حاطط النور قدامه وهو شايف سنترال فيكسيشن بدي وشايف الفيكسيشن اللي مش سنترال بالعين الثانيه بالاكسنتريك بوينت، وبالتالي لما بتقول له بص على النور هو اوريدي باص بس بالاكسترا فوفيال بوينت اللي اسمها اكسنتريك فيكسيشن. طيب نلمهم مع بعض، ايه الحاجات اللي تخلي واحد عنده نيجاتيف كفر تيست؟ اربع حاجات مفيش. الحاجه الاولى مفيش حول، الحاجه الثانيه مفيش فيجن، الحاجه الثالثه مفيش موتيليتي، الحاجه الرابعه مفيش سنترال فيكسيشن اللي هو الاكسنتريك فيكسيشن. عشان كده كوزز اوف نيجاتيف كفر تيست از ابسنس اوف استرابيزمس، ابسنس اوف فيجن، ابسنس اوف سنترال فيكسيشن، ابسنس اوف موتيليتي. دي الحاجات اللي تخليني اشوف نيجاتيف كفر تيست.
طب لقيت نيجاتيف كفر تيست، عملت العين دي غطيتها دي ما اتحركتش، طب اعمل ايه؟ طب ممكن مغطي الحوله، مين قال ان انا مش مغطي العين دي هي اللي محوله وانا مغطي الحوله ودي اصلا فيكسنج فبقى نيجاتيف؟ عشان كده قبل ما انقل على التست اللي بعده لازم اعيد الكفر تيست على الاذر اي. لما بقول لواحد بص على الحاجه دي والحاجه دي انا هغطي عيني دي وبص على بالعين دي هتاخد فيكسيشن موفمنت ولا لا، لازم اعيده تاني واغطي دي المره الثانيه واقول له بص على نفس التارجت بتاعي عشان اقول هو الحاجه دي هتتشاف بالعين الثانيه بفيكسيشن موفمنت ولا من غير فيكسيشن موفمنت. طب عملت التست الثاني الكفر تيست على الناحيه الثانيه وطلعوا الاثنين نيجاتيف كفر تيست، يبقى انا في الحاله دي اثبتت ان مفيش مانيفست استرابيزموس، لان اللي عندك كان عنده فيجن وعنده موتيليتي وما عندوش اكسنتريك فيكسيشن واما غطيت عينيه ما اتحركتش، يبقى هو ما عندوش مانيفست استرابيزموس، بس احتمال يكون عنده ليتنت. الليتنت ده كان شبه مين من العربيات؟ العربيه زي عربياتنا كلنا عندها تندنسي تو ديفييت، بس السواق اللي حاطط ايده على الدركسيون مخليها كنترول مش عارف يتحرك قوي، فاعمل ايه؟ ادور انا على الليتنت انجل. ليتنت يعني مستخبي او مستتر. التست ده لو هنسميه اسم حركه هنسميه كشف المستور. يعني ايه كشف المستور؟ هو ايه اللي مخلي العينين الايند ومش ديفييتد؟ ان البرين تدخل وقرر يعدل العينتين مع بعض اندر ذا ايم اوف باينوكولاريتي. طب خلاص ما تيجي نكشفه، تيجي نشيل الهدف نخليه ياخد راحته اكتر، يعني ما نخليهوش عايز يشوف نفس الحاجه باينوكولر. انا لو باصص على صباعي ده، عيني دي عايزه تشوف صباعي ده وعيني دي عايزه تشوف صباعي ده، وبالتالي وهما الاثنين مكشوفين بيبصوا في نفس التارجت، فذا برين از اولموست ستيميوليتد تو فيوز اند سي باينوكولر. طب لو انا خليت كل عين تشوف حاجه مختلفه ايه اللي هيحصل؟ الانترست اوف باينوكولاريتي راح، وبالتالي الهدف اللي انا كنت بعمل له باينوكولار فيوجن راح، وبالتالي كل عين هتاخد راحتها اكتر واكتر. هنقول مثلا واحد ابنه مش بيذاكر، طول ما هو قاعد بيلعب مش بيذاكر، هو محتاج يقول له انا محتاج اكتشف انت بتتلاعب عليا ولا لا، انا اصلا ما بذاكرش وانت قاعد، فايه اللي هيحصل؟ حد ياخد اكشن نتيجه انه ديفييتد، سايب مكتبه وقاعد بيلعب في الجنينه او قاعد بيلعب في الشارع. طب خلاص ابني طول ما انا قاعد في البيت بيذاكر، لكن اول ما اخرج يلعب وانا شاكك فيه هو بيذاكر ولا ما بيذاكرش، لازم اعمل ايه؟ اراقبه. والمراقبه عندنا طريقه من اثنين، اما اركب له كاميرات اشوفه وهو مش شايفني، يعني اركب له حاجه كده تكشفه وهو انا اخرج واتفرج على الكاميرا اشوفه بيذاكر وانا بره البيت ولا لا، او اعمل نفسي خرجت يوم هو يلعب وهو انا داخل عليه فجاه كابس عليه اشوفه هو بيلعب ولا مش بيلعب. ده اللي بنعمله في الانكفر تيست. هو انت ايه اللي عادل عينيك؟ ماي انترست تو سي باينوكولر. خلاص تعالى نحرمك بالباينوكولر، هعمل لك كفر على عين واشوف انت تحت الكفر ده هيحصل ايه. دي اول طريقه بعمل بيها الانكفر تيست اللي هو اسمه ترانسبيرنت كفر. الترانسبيرنت كفر ده بحطه قدام عين البيشنت، انا اشوف عينيه هو ما يشوفنيش، فانا كل اللي واقف بيتفرج على العيان احنا كلنا نراه نحن وقبلنا من حيث لا يرانا، فاحنا شايفين هو شايف ايه؟ مش شايف، هو شايف دي بلانك لكن انا شايف عينيه. طب هو الراجل ده كانت عينيه قبل ما احط الكفر ده معدولين، لكن لما حطيت ده deviated under the cover. ليه؟ he's no more interested in seeing binocular. وبالتالي تحت الكفر قامت عينيه ماشيه، فانا عرفت خلاص اسمه كشف المستور. عشان كده انا كشفت ستر العين اللي عايزه الديفييت تحت الكفر دي وشفت وهي بتروح مني، فعرفت انه ما كانش عنده مانيفست بالكفر تيست، لكن دلوقتي ثبت ان عنده ليتنت استرابيزموس لما حطيت له الكفر، فانا عملت له ان كفر تيست. نسينا نقول ان التست اسمه ان كفر، فانا ببص على انهي عين اللي عكس اسم التست اللي هي ذا كفرد اي. بحط كفر قدام عين واركز مع نفس الكفرد اي اشوف العين تحت الكفر هتمشي ولا لا. طب ما عنديش ترانسبيرنت كفر، تبقى الخطه فشلت؟ ابدا. ينفع اعمل نفس الخطه بنفس الكلام ده باستخدام الاوباسيفايد او الاوباك كفر، بان انا اقوم حاطه قدام عين العيان وبعد ما حطيته انا مش عارف ايه اللي بيحصل تحت الكفر، فلازم اتصرف. ايه اللي هيحصل؟ هشيل الكفر فجأة زي الراجل اللي دخل على من القطه فجأة. هشيل الكفر فجأة، لو العين دي كانت ديفييتد تحت الكفر هلاقيها بتعمل ايه؟ هتاخد ريفيكسيشن موفمنت. انا كنت عامل لها كفر من شويه ما اتحركتش، لما حطيت لها الكفر هي سرحت تحت الكفر، شلته فجأة لقيتها بترجع من بره لجوه، معناها ايه؟ انها كانت بره. دخلت على ابني قطه لقيته بينط من على الدولاب للمكتب، يبقى هو كان بيلعب فوق الدولاب. يبقى انا دلوقتي لما بشيل الكفر بسرعه العين دي بتاخد ريفيكسيشن موفمنت، يبقى الشكل ده بيقول ان كان في ليتنت ديفييشن اندر ذا كفر، هو ده اللي بيخلينا نشخص ليتنت ديفييشن. يبقى اول حاجه اتنيدد اف كفر تيست از
نيجاتيف. ما ينفعش يبقى عندي واحد عنده مانيفست ستربيزمس تعالى اقول له تعالى اما اعمل لك انكفر تيست. ليه؟ ما انا جاي مسلم نفسي، انا جاي بقول لك انا خلاص انا ما بقى انا بلعب، انا بديفييت لوحدي. يبقى بحتاجه بس لما يكون كفر تيست نيجاتيف. الحاجه الثانيه ببص دايما على الكفرد اي، اول ما اشيل الكفر ابص على العين اللي كانت كفرد اخبارها ايه. الحاجه اللي بعد كده بعمله برده بنضاره وبدون نضاره. التيست اللي بعد كده اسمه كفر انكفر تيست. قلنا الكفر تيست هدفه ان انا اكشف على مانيفست سيربيزمس، وقلنا الانكفر تيست هدفه ان انا بكشف على ليتنت سيربيزمس. طب ايه فكره الكفر انكفر ده؟ احنا بدانا ده نمره 4، احنا بدانا بالهيرشبرج تيست، كفر تيست، انكفر تيست، نمره 4 عندنا كفر انكفر تيست. الكفر انكفر هدفه الاساسي والموضوعي ان انا اشوف لو واحد عنده حول، الحول ده alternating ولا unilateral. يعني ايه؟ يعني واحد شفت عنده رايت اكزوتروبيا او رايت ايزوتروبيا، هو فعلا طول الوقت عينه اليمين هي اللي حوله ولا ساعات بيحول يمين وساعات بيحول شمال؟ الكلام ده هيفرق معايا في اخر البازل وانا بكتب الديسيجن بلان بتاعتي، لازم اكون واخد بالي هو برايمري او سكندري ولا alternating ولا unilateral. دي مهمه. طب هعمل ده ازاي؟ من اسمه واضح انا كنت بعمل الكفر كده وكنت بعمل الانكفر كده، يبقى الكفر انكفر هعمل كده، هحط واشيل. طيب امتى بعمل كفر انكفر تيست؟ لو انا عندي بوزيتيف كفر تيست، يعني واحد عنده مانيفست ستربيزمس. مثال تاني، واحد راح متهم في سرقه، قلت له انت اللي سرقت؟ قال لي ايوه. او مساله السؤال التاني، ليك شركاء ولا مالكش شركاء؟ يعني لما هو اعترف سالته على شركائه. طب لو قلت له عندك جريمة سرقة أو أنت عندك تهمة سرقة، أنت سرقت؟ قال لي لا. هقول له مين شركائك؟ سؤال غبي جدا. فبالتالي لما بعمل هنا الكفر أنكفر أنا بدور على هو يونيلاترال ولا الترنيتنج، اللي هو مين؟ الاستربيزمس اللي أنا شخصته من الأول إن هو مانيفست. فبالتالي بعمل كفر أنكفر تيست. الطريقة الأولى أو الرول الأولاني إن أنا بعمل اتس نيدد أونلي إف كفر تيست إز بوزيتيف. الحاجة الثانية هو اسمه كفر أنكفر، هبص على أنهي عين؟ على الاثنين، على الكفرد وعلى الانكفرد اي. طب بعمل كفر، ايه اللي هيحصل؟ نتفق، واحد عنده العين الشمال ديفييتد اوت، فلما انا غطيت له اليمين ايه اللي حصل؟ العين الشمال خدت فيكسيشن بوزيشن ومتدخله لجوه عشان تاخد سنترال بوزيشن اوف فيكسيشن. بس في حاجه مهمه حصلت، الكفر مخبي حاجه انا مش شايفها. العين دي احنا عندنا قانون في العضلات اسمه هيرنج لو. هيرنج لو بيقول ان العينتين طول الوقت بيتحركوا مع بعض، ما عنديش طريقه اخلي واحد يحرك عين فوق وعين تحت، ولا عين يمين وعين شمال. وبالتالي العين الشمال لما خدت فيكسيشن وتحركت شمال، اللي تحت الكفر كمان اتحركت شمال وطلعت بره، اللي هي كانت في الاصل فيكسنج. طب كويس، طب ما لحد هنا ده اسمه كفر، ما احنا عارفين، وده ثبت لي ان فيه مانيفست ليفت استرابيزمس. السؤال المهم، لو شلت الكفر هيفضل على وضعه ولا يرجع تاني؟ يعني ايه على وضعه؟ يعني الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ان العين الشمال فيكسنج والعين اليمين ديفييتد، لما اشيل الكفر هو الوقت اصبح مخير تاني للمره الثانيه انه يختار انه يفكس بعينه الشمال ويديفييت اليمين، او انه يرجع كما سبق انه يرجع يفكس باليمين ويديفييت الشمال. طب وده يفيدني بايه؟ كلمه alternating ويونيلاترال معناها انه طول ما بياخد الفرصه انه يختار بين العينتين، لو اختار عين واحده كل مره بقى اسمه يونيلاترال، ولو اختار دي مره ودي مره بقى اسمه alternating. فبالتالي انا باجي على العين اللي كانت فيكسنج واغطيها واخلي الديفييتد هي اللي تفكس. لو شلت الكفر لقيته اختار الوضع رقم 2 يكمل بيه، معناه انه ما عندوش مانع، هو كان داخل لي اصلا عامل ليفت ديفييشن، ولما شلت الكفر قام عامل رايت ديفييشن يعني ليفت فيكسيشن. فبالتالي هو ما عندوش مانع يفكس باليمين مره وبالشمال مره، وما عندوش مانع يحول اليمين مره والشمال مره. فبالتالي هو ده اللي بسميه alternating استربيزمس. طب لو كل ما اشيل الكفر يرجع زي ما كان، كل مره احط الكفر يعدل الانكفرد اشيله يرجع زي ما كان، في الحاله دي هو unilateral استربيزمس. يبقى الهدف من الكفر انكفر تيست is detection of unilateral versus alternating استربيزمس. التست الاخير في الكفر تيست فاميلي حاجه اسمها alternate cover test. ايه alternate cover test ده؟ لسه كنا بنتفق من شويه ان العيان اللي جالي من الاول انا مش عارف عنده حول ولا لا، عملت له هيرشبرج تيست وما حلفتش قوي على نتائج الهيرشبرج تيست، وعملت له كفر تيست والكفر تيست ده لما عملته كنت بكتشف بيه عنده مانيفست ولا ما عندوش مانيفست. طب لو طلع ما عندوش مانيفست بحتاج اعمل تيست ثالث اسمه انكفر تيست اشوف فيه بي ليتنت ولا ما فيش ليتنت. طب لو عملته طلع ما فيش ليتنت هتقول ما عندوش حول؟
بس قبل ما تحلف على الكلمتين دول اعمل التست ده اللي اسمه ايه؟ اسمه alternate cover test. ايه فكره alternate cover test؟ كتير من الناس بيكون عندهم حول وعاملين very strong fusion مش بيتكسر بسهوله. احط له كفر العين. الواد اللي كان بيلعب من ابوه في المذاكره ده ناصح جدا، عارف ان باباه هيجي له دلوقتي وعارف ان هو هيضحك عليه ويفتح عليه اوضته كمان شويه، او عارف ان هو مركب له كاميرات فما عادش بسهوله بيسيب مكتبه ويروح على المكتب. فبيعمل ايه؟ قاعد مستني لما باباه يقول له انا سافرت ويبعت له صورته وهو مسافر. هو ده اللي احنا بنعمله في الالترنت كفر تيست. بقول للعيان ادي التارجت وادي الكفر، فيكس بالعين دي. فيبدا يدي للمخ اشاره دلوقتي انا عامل ليفت فيكسيشن رغم ان دي مش ديفيت تحت الكفر. اقول له لا ثانيه واحده، فيكس بالرايت وسيبك من الليفت، اقوم ناقل الكفر من هنا لهنا، يقوم يعمل رايت فيكسيشن. وبعد ما يبدا يقعد ثانيتين ثلاثه هيبتدي فيكس، اقوم ناقل الكفر ثاني وابدا ابدل في الكفر من اليمين للشمال بنفس القانون هاندل اب، بتحرك من فوق العين مش كده عشان ما بقاش هو بيتحرك قدامي، وابدا اتحرك من كده لكده 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 لكده. طب وده معناه ايه؟ معناه ان العيان ده طول الوقت هيبقى قاعد مره بيفكس يمين ومره شمال، يمين شمال يمين شمال. ده اسمه برين تيزنج او بريك اب اوف فيوجن للهيدن ديفيشن، اللي بسهوله هيبريك اب فيوجن ويطلع يوريني الانجل الحقيقيه بتاعت الاستربيزمس لو ما كانش فيه. طب لو ما كانش فيه بعد الالترنت كفر، ده معناه ان العيان ده عنده عينين بالانسد فعلا، هو مش بيمثل هو بجد. قوانين الالترنت كفر ان انا بعمله بس لو الكفر والانكفر تست ار نيجاتيف. ات الاوز ادكوت تايم فور فيكسيشن، ما ينفعش استنى اقل من ثانيه او يعني بنقعد على الاقل من ثانيتين لثلاثه، ده اقل وقت مسموح في الالترنت كفر. بغطي ثانيتين وبعدين اشفت الكفر للعين الثانيه. كل ما اعمله بريبيتد فريكونسي عاليه كل ما كنت بعمل مور بريك اب للفيوجن، كل ما بساعد اكتر لو في هيدن انجل اوف ديفيشن تبان اكتر، وكل ما السبيد سموثنس تحصل بسرعه كل ما كان عندي الديفيشن كان بي ديتكتد مهما كان الفيوجن قوي. فبالتالي ادي نهايه اول جزء من فكره الموتور. احنا قلنا الموتور حاجتين، حاجه اسمها بالانس وحاجه اسمها موتيليتي. نهايه الجزء الاول من الموتيليتي من البالانس ده الفلوت شارت. ده الفلوت شارت ده اظنه مهم جدا 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 جدا. اي واحد جاي في استرابيزمس اسسمنت حدق معاه بالكلام اللي قلناه جنرال انسبكشن وفيجن وبعدين موتور استرابيزمس اسسمنت، وبعدين الموتور هيبدا اول خطوه فيه دي اللي هي اسسمنت اوف بالانس، وده الفلوت شارت بتاع البالانس. هبدأ بالهيرشبرج تيست اللي هو لو كان بوزيتيف معناه ان في مانيفست استرابيزمس، لو كان نيجاتيف مش معناه حاجه قوي بس غالبا ما عندوش مانيفست استربيزمس. طب لو عنده مانيفست استربيزمس اثبت الكلام ده بان انت تعمل كفر. لو طلع بوزيتيف كفر تيست يبقى عنده فعلا مانيفست. لو ما عندوش بوزيتيف كفر يعني لو نيجاتيف كفر تيست وانا متاكد ان الفيجن والموتيليتي والسنترال فيكسيشن كويسين يبقى العيان ده عنده مفيش او نيجاتيف انكفر تيست، وبالتالي هنقله على طول على الالترنت كفر عشان ادور على انجل. طب لو كان عنده انكفر يبقى عنده ليتنت، يعني عنده انكفر تيست بوزيتيف يبقى عنده ليتنت. ارجع تاني، لو عندك كان الكفر تيست بتاعه بوزيتيف يبقى هو عنده مانيفست استربيزمس. دور هو المانيفست استربيزمس ده يونيلاترال ولا الترنيتنج من خلال ان انا اعمل له كفر انكفر تيست. فلوت شارت ده مهم جدا. الحاجه الاخيره احنا كنا بنعمل ازاي كوانتيفيكيشن للاستربيزمس، الانجل بتاعه الحول دي بنقسمها ازاي. كان عندي طريقه قديمه جدا وكلنا عارفينها وهي برايمري ميثود اوف ايفالويشن اوف استربيزمس اللي هي دي، ان انا لما كنت بعمل هيرشبرج تيست بشوف الريفلكس سنتر ده في عين والعين الثانيه دي سنتر، بقسم المنطقه دي كلها في كل عين لمراحل واقول الانجل تقريبا كام ديجري. لو لقيت الريفلكس هنا اللي هو دي سنتر ده وصل للايدج اوف ذا بيوبل بقول ان الانجل دي تقريبا 15 درجه، لو لقيتها وصل للايدج اوف ذا ليمبس بقولها تقريبا 45 درجة، لو لقيتها في النص المسافة ما بين الايدج اوف ذا بيوبل واللمبس يبقى المسافة دي تقريبا 30 درجة. طب بره اللمبس أكبر من 45، طب جوه الايدج اوف ذا بيوبل أقل من 15. دي طريقة بس الطريقة واسعة قوي، من 15 ل 30 دي مساحة كبيرة جدا، ومن 30 ل 45 دي مسافة كبيرة جدا، و 45 دي مسافة كبيرة جدا. عشان كده كان لازم يكون عندي طريقة تانية بقيس بيها الأنجل بمور كوانتيفيكيشن وبدرجات احسن شويه. فطلع عندي التست المهم ده اللي اسمه كريمسكي تيست او البريزم تيست.
ايه فكره البريزم؟ اي بريزم في الدنيا زي ده لما بحطه قدامه حاجه الصوره بتاعتها هتبقى شيفتد ناحيه الابيكس اوف ذا بريزم. يعني لو انا واقف ببص على برج وقمت حاطط قدامي بريزم والبيز بتاعه البريزم الناحيه دي والابيكس الناحيه دي، يبقى صوره البرج اللي انا كنت شايفها في الهواء كده هشوفها المره دي شيفتد كده، ولو عكسته صوره البريزم المره دي هتبقى منقوله الناحيه دي، فالبرج اللي كان موجود هيروح كده. استغلنا الفكره دي في حاجتين. الحاجه الاولى واحده زي البنوته دي عندها الريفلكس دي سنترد. طب هو دي سنترد قد ايه؟ قال لك هو دي سنترد قد ما العين اتحركت. العين دي دخلت لجوه شويه والشويه دول عملوا زاويه، المسافه اللي مشيتها العين من مكان الريفلكس سنترال لحد ما بقى في الحته دي متقسم ان بريزم دايوبترز. اقوم جايب البريزم ده وحطه والابكس بتاعته خليها بتبص على الديفيشن، اللي هو ان ساينتفك ترمينولوجي بنسميه بيز اجينست ديفيشن. احط البيز بتاعت البريزم عكس الديفيشن والابكس ناحيه الديفيشن بتشاور عليه. فالعيانه دي عندها ايزوتروبيا، اخلي الابكس بتاعتها لجوه قدام العين الديفييتد. طب وده معناه ايه؟ معناه ان الريفلكس اللي انا كنت شايفه هنا هيحصل له ايه؟ هيمشي ناحيه الابكس. افضل اعلي الباور بتاعت البريزم لحد ما الريفلكس يوصل لسنتر الكورنيا او سنتر البيوبل. لو وصل لسنتر البيوبل اقدر اقول ده انا مشيت الريفلكس من هنا للسنتر 12 او 15 او 20 او 40 بريزم دايوبتر، وبالتالي الانجل اوف استرابيزموس 40 بريزم دايوبتر. ده يفرق معايا في حاجه؟ طبعا يفرق معايا وانا بقيس زاويه الحول. نفس الكلام هنا، بحط المنشور قدام العين الديفييتد. طب وبعدين لما احطه قدام العين الديفييتد يبقى انا بنقل الريفلكس ده من البريفري للسنتر. وما انقله من البريفري للسنتر بعمل ايه؟ بقدر اقيس العين دي كانت داخله لجوه قد ايه، وبالتالي بقيسها ان بريزم دايوبتر. ده لحد هنا الكلام سهل اللي هو الكريمسكي تيست. طب نيجي تاني، قالوا ده في موديفيكيشن للكلام ده وحاجه اسمها موديفايد كريمسكي تيست. يعني ايه موديفايد كريمسكي تيست؟ قال لك مش انت قلت ان العين دي كده ديفييتد؟ اه. والعين دي مش بتشوف كويس ومش شايفه سنترال؟ اه. وبالتالي انا حركت الريفلكس لحد ما راح للسنتر اللي هي قاعده فيه دلوقتي. العين بقت قاعده في سنتر، انا وديت لها النور لحد باب سنترها، فوديتها لحد هناك لحد ما اتسنتر، قلت ان انا مشيت له قد ايه عشان ابقى سنترال. طب ما احنا ممكن نعمل نفكر بالعكس. انا لو حطيت البريزم الناحيه الثانيه على العين دي والعين دي شايفه هي النور، وقلت للبيشنت with your fixing eye خليك باصص على النور بتاعنا اللي انا حاطه قدامك التورش او التارجت، هيحصل ايه؟ العيان لو انا حاطط الابيكس بتاعتي للناحيه دي يبقى هو كمان شايف ايه؟ شايف التارجت اللي انا حاطه قدامه مش الناحيه دي، ناحيه الابيكس، وبالتالي هيبدا يحرك عينه دي في الاتجاه ده. فانا بحط الابيكس بتاعته بتشاور ناحيه ان، يعني زي ما دي كانت ايزوتروبيا بخليه بيز اوت زي ما كنت حاطه هنا بالظبط، وبالتالي الصوره هتروح كده الناحيه دي. بس هو مش هيسيبني، ده هو هيفضل يبص وراها. العين دي هتفضل ماشيه ورا الصوره، هتمشي لوحدها ولا هتمشي الثانيه معاها؟ هتمشي الثانيه معاها، وبالتالي العين دي تبدا تتحرك لبره قد ما دي بتتحرك لجوه. طب دي بتتحرك لجوه ليه؟ سعيا وراء التارجت. طب ودي بتتحرك لبره ليه؟ انسياقا وراء العين الاولانيه اللي مشيت كده. فبالتالي دي لما مشيت كده انا بقى عيني على مين؟ كده كده الريفلكس هنا هيفضل سنترال، لان التارجت اللي انا حاطه قدامه اللي هو النور كان سنترال، ولما هو شافه دي سنترد قام رايح وراه فخلاه سنترال. انا بفضل ماشي لحد ما الريفلكس يتسنتر في العين الثانيه. ده معناه ان العين الثانيه مشيت مقدار قد ايه لحد ما اتسنترت. نفس الفكره بالظبط بس بالعكس، بنسميه موديفايد كريمسكي تيست. هو الكلام ده فارق قوي، الكريمسكي من موديفايد يفرق جدا. يفرق في ايه؟ يفرق في الحاجه الاولى، ان لو انا قست الريفلكس هنا وهنا قد بعض، يعني حطيت الريفلكس هنا لقيته 40 بريزم دايوبتر، قمت حاطه هنا على الموديفايد كريمسكي لقيته 40 بريزم دايوبتر، يبقى العيان ده عنده انجل متساويه اللي بنسميه كونكومتنت استرابيزموس وما عندوش سكندري انجل. لما بيفكس بالعين الديفييتد انا محتاج انقل له الفيكسيشن لحد عنده قد ما محتاج احرف العين اللي كانت فيكسنج. طب وبالتالي لو الانجل دي طلعت قد دي مفيش مشكله، لكن لو عملت الموديفايد كريمسكي طلع مختلف عن الانجل بتاعتي اللي كنت عاملها بالكريمسكي، ده معناه ان في سام ديجري اوف ليميتيشن او ريستريكشن في الحركه اللي بنسميه انكومتنس او سكندري انجل. هيجي الكلام عنها بالتفصيل في الباراليتيك استرابيزمس. بكده يبقى انتهى الجزء الاول من الموتور اللي هو اسمه ايه؟ اسسمنت اوف بالانس.
طيب طلع العيان ده عنده البالانس بتاعه باي شكل من الاشكال، اورثوفوريك، انترميتنت تروبيا، فوريك، مانيفست، كونستنت تروبيا، واحد من اربعه. في كل الاحوال لازم انقل الجزء الثاني اللي اسمه موتور اسسمنت اوف موتيليتي. هي العين وهي باصه قدامها ستريت او ديفييتد ايا كان النتيجه، لازم اعرف الموتيليتي بتاعتها عامله ازاي. اسسمنت اوف موتيليتي ثلاث حاجات ودول مهمين جدا. الحاجه الاولى اسمها فيرجنز، والحاجه اسمها الثانيه اسمها دكشنز، والحاجه الثالثه اسمها فيرجنسز. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الفرق ان الفيرجنز معناها ان العينتين بيتحركوا مع بعض في اتجاه واحد، يعني العين اليمين تروح يمين الشمال تروح يمين، العين اليمين طلعت فوق الشمال تروح فوق، العين اليمين بتبص تحت يبقى الشمال تبص تحت، يبقى العينتين بيتحركوا مع بعض في نفس الدايركشنز بنسميها فيرجنز. عشان كده لما ابص يمين بنسمي الحركه دي ايه؟ ديكسترو فيرجن، ديكسترو يعني رايت وفيرجن يعني باينوكولار موتيليتي ان ذا سيم دايركشن، يبقى العينتين الاثنين راحوا رايت. علما ان واحده عملت ابدكشن والثانيه عملت ابدكشن، بس في الحاله دي الاثنين اتحركوا مع بعض بنسميها ديكسترو فيرجن. طب والناحيه الثانيه اسمها ليفو فيرجن شمال، وسوبرا فيرجن وانفرا فيرجن، يبقى حركه العينين مع بعض في نفس الدايركشن اسمها فيرجنز. طب لو انا قلت هخلي عين واخلي الثانيه تتحرك، الحركه دي اسمها ايه؟ دكشنز. دكشنز معناها ان عين واحده بتتحرك في اتجاهات مختلفه، يعني هسمي ده ادكشن وده ابدكشن، وهسمي ده سوبرا دكشن او اليفيشن، وهسمي ده انفرا دكشن او ديبريشن. يبقى اليوني اوكيلر موتيليتي اسسمنت اسمها دكشن. بتفكرني زمان بحركه العينين، كنا ما بنقفل عيني وفتحها بسميه بلينكينج، لكن لو قفلت عين واحده وفتحت الثانيه بنسميها وينكينج او اللي هي الغمزه. الحاجه الاخيره اسمها فيرجنسز. فيرجنسز يعني العينين اتحركوا مع بعض بس في اتجاهين مختلفين. واحد دخل عينين الاثنين لجوه بنسميها كونفيرجنس، او واحد طلع عينين الاثنين لبره سميناها دايفيرجنس. فايت از باينوكولار موتيليتي ان ديفرنت دايركشنز. هو ده الحاجات المشهوره في الفيرجنز. طب وانا بفحص الموتيليتي هبدا بايه؟ اول حاجه ببدا بيها الفيرجنز، لانها هتديني كلوز لحاجات كتير جدا. عشان اتكلم على الكلام ده لازم اتكلم على الاكسترا اوكلر ماسلز. ادي الدايركشنز بتاعتي التسعه اللي اتفقنا عليهم، وقلنا دي البرايمري بوزيشن، العينتين المفروض متوقع يكونوا سنترد، وقلنا في اليفيشن وديبريشن في الستريت بوزيشن، وقلنا اليفيشن ان رايت اليفيشن ليفت، ديبريشن رايت ديبريشن ليفت، مير رايت مير ليفت. حلو. الواحد اللي بيبص في الاتجاه ده عارف ان العينتين بيتحركوا مع بعض. طب انا بحرك العينتين مع بعض عشان اشوف ايه؟ عشان اشوف حاجات كتير جدا. قبل ما اشوف الحاجات الكتير جدا لازم اكون عارف الاكشن بتاع العضلات بيتعمل ازاي. قانون الموتيليتي بيتلخص في حاجات سهله جدا. الحاجه الاولى بتقول احنا عندنا عضله اسمها ميديال ريكتس وعضله اسمها لاترال ريكتس، ودول الاكشن بتاعهم مفيش اسهل منه. الميديال ريكتس بتعمل ادكشن واللاترال ريكتس بتعمل ابدكشن. ادي ميديال وادي ميديال يعملوا دكشن هنا، ودي تعمل ادكشن هنا، ودي تعمل ابدكشن هنا، وتعمل ادكشن هنا. هي الريكتاي دي الهوريزونتال ريكتاي بنسميهم اللي هم الميديال واللاتر ريكتاي، ليهم اكشن تاني؟ ما لهمش اكشن تاني، هو ده الاكشن الوحيد ليهم، ادكشن وابدكشن. خلصنا منهم دول الحمد لله. طيب هيفضل لي كام عضله تانيين؟ هيفضل باقي السته، اربع عضلات. اتنين كمان ريكتاي بنسميهم فيرتيكال ريكتاي، سوبيريور ريكتس وانفيريور ريكتس. والفيرتيكال ريكتاي فيهم ميزة عبقرية ان هم جايين من ورا من ناحية الكون وطالعين لقدام عشان يبقوا انسرتد قدام الاكواتر، وبالتالي اي شد في العضلة يعني ايه كونتراكشن؟ يعني ان انا اقرب الانسرشن من الاورجن، فلو شد عليها يقوم رافع العين ناحيته لانها جاي في نفس الاتجاه. ادي عين وادي الايد ماسكاها كده هقوم رافعها كده. فالسوبيريور ريكتس هتشد العين لفوق تبقى اليفيتور، والانفيريور ريكتس تبقى ديبريسور. الاليفيشن والديبريشن بيكون امره معكوس في الاوبليكس، لان السوبيريور اوبليك جايه فعليا من الفانكشنال اوريجن بتاعها اللي موجود هنا في التروكليا يعني قدام الاكويتور، وراجعه ورا عشان تبقى انسرتد ورا الاكويتور. فلو عملت كونتراكشن يعني عملت قربت الانسرشن من الاوريجن هتعمل ايه؟ تعمل ديبريشن، رغم انها سوبيريور وجايه من فوق بس جايه من اتجاه عكس السوبيريور ريكتس. السوبيريور ريكتس جاي من ورا لقدام، السوبيريور اوبليك جاي من قدام لورا كده، وبالتالي لو شدت العين هتجيبها لتحت. طب والانفيريور اوبليك زيها طالعه من الاوربيتال فلور عشان تبقى انسرتد ورا، ف
فلما تبقى انسرتد ورا وتشد العين هتعمل اليفيشن. يبقى الاليفيشن والديبريشن امره سهل شويه في ان انا عارف ان الريكتاي امرهم بسيط، والسوبيريور ريكتس اليفيتور والانفيريور ريكتس ديبريسور والسوبير اوبليك ديبريسور والانفير اوبليك اليفيتور، لحد هنا سهل. طب وبعدين نيجي بقى للحته الصعبه، هو السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس والسوبير اوبليك والانفير اوبليك يشتركوا في اسم واحد يلمهم هم الاربعه، اسمهم سايكلو فيرتيكال ماسلز. ليه؟ لان عينين البني ادمين مش زي مازنجر. مازنجر ده راس مربعه او مكعبه، والراس دي فيها اوربت، والاوربت ده شكله مكعب ومحطوط فيه عين مدوره، والعين دي باصه ستريت اهيد، باصه كده. فلما تيجي تتحرك يمين وشمال بتتحرك في مربع جوه مربع او مكعب جوه مكعب، وبتتحرك في اتجاهات كلها على المحاور اكس وواي اللي هو 180 و90 درجه. عينين البني ادمين مش كده خالص، الاوربت بيراميدال ومش دايركتد ستريت، ده هو شويه ديفيتد اوت، وهو عامل شويه ديفيشن اوت شويه تورتد، والتورشن ده العضلات فيه مش جايين كده وكده، لا ده واحده جايه كده وواحده جايه كده. فتبقى العين الحقيقيه ممسوكه بعضلتين اثنين اوبليكس عاملين كده، وبالتالي الاليفيشن والديبريشن فهمناه. لكن لما اجي لفكره التورشن، انهي عضله منهم بتجيب العين لجوه والبره؟ ببساطه شديده جدا، السوبيريور اوبليك طالعه من فين؟ من الميديال اسبكت بتاعه الاوربتال روف، وبالتالي لما تيجي تشد العين كده تبقى هي بتشتغل انتورتور، عكسها الانفيريور اوبليك بتشتغل اكستورتور. ونقول قانون اسمه اوب اب. يعني ايه اوب اب؟ يعني الاوبليكس ابدكتورز والريكتاي ادكتورز، اوبليكس ابدكتورز والريكتاي ادكتورز. السوبيريور ريكتس تعرف تعمل ابدكشن، والانفيريور ريكتس تعمل ادكشن. اسف عندي الحته دي احمد تاني صح. قانون اوب اب ان الاوبليكس ابدكتورز والريكتاي ادكتورز، فتبقى السوبيريور ريكتس تعمل ادكشن والسوبيريور اوبليك تعمل ابدكشن، الانفيريور ريكتس تعمل ادكشن الانفيريور اوبليك تعمل ابدكشن. وبعدين لحد هنا سهل، يبقى عرفت ان السوبيريور ريكتس بتعمل اليفيشن وادكشن، وعرفت ان الانفيريور اوبليك بتعمل اليفيشن ومين كمان؟ ابدكشن بحكم انها اوبليك. نيجي للمعضله الاخيره، التورشن. مين بيعمل انتورشن ومين بيعمل اكستورشن؟ قالوا ان العضلات اللي موجوده فوق اللي هم السوبيريورز القانون ان هم بيعملوا انتورشن، والعضلات الموجوده تحت اللي هم الانفيريور يعملوا اكستورشن. فيبقى كل سوبيريورز ار انتورتورز، انفيريورز ار اكستورتورز. ده قانون لازم نعرفه. وبالتالي لو جيت على اي عضله في الكون وقلت الاكشن بتاعها ممكن افتكره بسهوله. يعني قلت الميديال ريكتس اقول ده هو اكشن واحد ابدكشن، قلت اللاتر ريكتس اقول اكشن واحد ابدكشن، قلت سوبيريور ريكتس اقول لا دي ليها ثلاثه اكشن. سوبيريور ريكتس جايه من ورا لقدام تعمل اليفيشن، وسوبيريور ريكتس فبحكم انها ريكتس تبقى ادكتور، وسوبيريور تبقى انتورتور. طب لو قلت انفيريور اوبليك اقول والله بما انها انفيريور تبقى اكستورتور، وانها اوبليك تبقى ابدكتور، وانها جايه من قدام لورا تبقى بتعمل اليفيشن. لحد هنا ملمومه. نيجي للحاجه بقى الاصعب شويه، اللي هي يقولوا ان الاونلي اليفيشن اند ديبريشن ان ابدكشن بيحصل بالريكتاي بس. ليه؟ لسه متفقين العضلات جايين مايلين مش معدولين على بعض. طب ما العين تبقى ابدكتد بوزيشن، يبقى هي وضع العين ايه بالنسبه للاوبليكس؟ 90 درجه عليهم تقريبا، وبالتالي ما تعرفش تعمل لا اليفيشن ولا ديبريشن. تمام؟ 90 درجه على الدايركشن بتاعها، والعكس لما بتبقى ابدكتد يبقى نفس الكلام. هاخد المثل ده، ان انا لو خدت الورقه دي وقلت انا ماسك الورقه دي بايد كده وايد كده، في الحاله دي انا اعرف ارفع الورقه دي بايدي الاثنين او انزلها بايدي الاثنين. لكن لو وفيت الورقه دي كده، مين اللي يعرف يعمل اليفيشن ديبريشن؟ دي. طب ودي؟ ما عندهاش سلطه عليها. والعكس جبت دي كده، مين اللي بيعمل اليفيشن والديبريشن؟ دي. فمين اللي بيعمل كده؟ اللي في الاتجاه ده. في العينين الوضع كده، لو انا بقول ان العين في الابدكشن بوزيشن الاليفيشن ما بيحصلش غير بالريكتاي، وعشان نحفظها في الاكسبوجر اللي قدام الناس ما حدش يبان غير المستقيم، المستقيم ما بيتداراش، يبقى الريكتاي السوبيريور والانفيريور ريكتاي بيشتغلوا في الابدكشن اليفيتورز اند ديبريسورز،
وفي الادكشن في المداري تيجي المايله الاوبليك، فتبقى الاوبليك بتعرف تعمل اليفيشن وديبريشن بس في الادكشن. يبقى the only elevator in adduction is inferior oblique وonly depressor in adduction is superior oblique. The only depressor in abduction is inferior rectus. The only elevator in abduction is superior rectus. كده بقت سهلة شوية. وبالتالي لما اجي اتحرك في الدايركشن المختلفة عشان اشوف الفيرجنز بتاعتي عاملة ازاي، يبقى انا ممكن افكر العضلات بتعمل ايه. لو خليت العين يبص في الاتجاه ده يبقى ادي lateral rectus وادي medial rectus. طب والناحيه الثانيه يبقى ادي لاتر ريكتس ودي ميديا ريكتس. طب لو قلت له بص فوق هيخلي العين دي يشتغل فيها سوبير ريكتس انفير اوبليك والعين دي يشتغل فيها سوبير ريكتس انفير اوبليك. طب لو قلت له بص لتحت هيخلي دي يشتغل فيها انفير ريكتس سوبير اوبليك ودي يشتغل فيها انفير ريكتس سوبير اوبليك. طب استفدت ايه؟ ما هي لو واحده منهم عطلت مش هعرف. طالما الاليفيشن بيحصل مع عضلتين يبقى لو واحده باظت الثانيه تشيل، والديبريشن بيحصل مع عضلتين يبقى لو واحده باظت الثانيه تشيل. قال لك بس اعتمادا على قانون ان الريكتاي هما اللي بيشتغلوا في المكشوف في الاكسبوجر في الابدكشن، العب اللعبه دي. قول للعيان بص فوق وبره. لو بص فوق وبره يبقى في الحاله دي انا شايف ايه؟ العينتين بصوا كده يبقى العين الاليفيتد ان ابدكشن اليفيتد بفعل السوبير ريكتس، والاليفيتد ان ابدكشن اليفيتد بفعل الانفير اوبليك. نفس الكلام اللي بتبقى ديبرست ان ادكشن ديبرست بفعل السوبير اوبليك، وديبريشن ان ابدكشن ديبرست بفعل الانفيرور ريكتس. وبالتالي انا اعرف افصل في الفيرجنز الدايركشن بتاع التسع عضلات، او لا التسع دايركشنز اقول كام عضله؟ ست عضلات في كل عين. يبقى انا اقول هنا عليا انا ادي سوبيريور ريكتس انفيرور ريكتس، ادي انفيرور اوبليك سوبيريور اوبليك، ادي لاتر ريكتس وادي ميديال ريكتس. بقت سهله. الست حاجات دول من اهم الحاجات اللي لازم نفحصهم وانا بشوف الفيرجنز دي، مهمه جدا. الكلام عن الدكشنز والفيرجنسز هيجي كلامه اكتر ان ديتيل في الباراليتيك ستربزمس. الحاجه الاخيره اللي بقولها هنا في الموتور اسسمنت ان انا دايما بحاول اعمل هيد تيل تيست او اللي هو البلشوفسكي تيست او البارك 3 ستيب تيست. لما بخلص خالص الموتور اسسمنت بتاعي اللي هو بالانس وموتيليتي انهي بده. كتير قوي من السايكل فيرتيكال ديس فانكشن بيكون موجود ويبان اكتر مع الثري ستيب تيست. برضو الكلام ان ديتيلز هيكون له كلام مخصوص بصور مخصوصه بتفاصيل اكتر على الثري ستيب تيست بتفاصيله في المحاضرات الجايه ان شاء الله. المره الجايه باذن الله هنتكلم على هاو تو ايفالويت سنسوري ستيت اوف ذا اي او باينوكولر ايفالويشن اوف ذا اي. السلام عليكم.